اهلا وسهلا متابعين قناه سودانيه اس 24. انا دكتوره دارين عثمان الجندي، طبيبه الباطنيه في الولايات المتحده. موضوعنا الليله مهم جدا، واللي هو عن تاثير التدخين في الجسد. في ناس كتير بيفتكروا التدخين فقط تاثيره في الرئتين وفقط بيسبب سرطان الرئتين، لكن دي فكره غير صحيحه. في الحقيقه التدخين بيأثر على اغلبيه وظائف الجسد وبيؤدي على مشاكل كثيره. احتمال معظم الناس ما يكونوا عارفين انه التدخين هو المسبب الاساسي لها. فالهدف من الفيديو ده انه اشارككم شويه من الاعراض والامراض اللي بسببها التدخين، عشان اي زول مدخن هسي عنده واحد من الامراض دي او عنده من الاعراض دي يبدا يفكر في التوقف عن التدخين عشان يشوف تحسن ويعيش حياه بجوده احسن شويه. وكمان حنتناقش عن المراحل بتاعت التعافي اللي بيبدا ياخذها الجسد لما المدخن يبطل. فاول شيء نبدا بالاعراض والامراض اللي بسببها التدخين في الجسد. زي ما ذكرنا انه بسبب اكثر من 90% من حالات سرطان الرئه، لكن كمان بسبب اغلبيه الحالات بتاعت انسداد الرئه المزمن، واللي هو بيقلل من قدره الرئه انها توصل الاكسجين للدم، فبالتالي بيضطر المريض انه يعتمد على الاكسجين الخارجي وبيكون عنده الاحساس الدائم بالضيق في النفس. في القلب طبعا بيزيد من امراض القلب، تحديدا بيزيد من انسداد شرايين القلب ما بين 2 لـ4 أضعاف الغير مدخن، وده اكبر مسبب للسكته القلبيه. في المعدة بيزيد من إصابات سرطان المعدة، لكن كمان بيزيد من إصابات القرحة في المعدة وبيطول من المدة بتاعة التعافي منها. في البنكرياس غير أنه طبعا بيزيد من إصابات سرطان البنكرياس واللي هو العلاج منه صعب جدا، كمان بيزيد من إصابات السكري بطريقة تشابه كمية التدخين، وكمان اللي عندهم أصلا سكري بتسبب صعوبية في العلاج من السكري. في الجهاز التناسلي بتسبب عجز الجنسي في الرجال، بتقلل من جودة الحيوان المنوي، فبالتالي بتسبب إلى تقليل في الخصوبة. في الدورة الدموية بيقلل نسبة الأكسجين في الدم، بيزيد نسبة أول أكسيد الكربون، بيرفع الضغط، بيسبب سرطان الدم، وبيقلل في المناعة اللي هي بتأدي على التهابات أكتر، وكمان بيسبب انسداد في الشرايين اللي هي بتسبب للجلطة في الدماغ. في العظام بيقلل من كثافة العظام، فبالتالي بيؤدي على زيادة في نسبة الكسور. للأسف في ناس كتير بيفتكروا إنهم مدام هم أصلا مدخنين خلاص داخلين في مرحلة الخطر وما في فايدة من التوقف. دي فكرة غير صحيحة. الحقيقة إنه أول ما أنت توقف من التدخين طوالي بتبدأ مراحل التحسن والتعافي من أذية التدخين. مثلا بعد 20 دقيقة من التوقف بيقل ضربات القلب وبينزل ضغط الدم. بعد 12 ساعة بتنزل نسبة أول أكسيد الكربون في الدم. بعد ما بين 2 لـ12 أسبوع بتتحسن الدورة الدموية. بعد ما بين 1 لـ9 شهور بتقل الكحة وبيقل الإحساس بالضيق في النفس. بعد حوالي سنة بتقل نسبة الإصابة بمرض شرايين القلب لحوالي 50% فقط زيادة عن الما مدخن. بعد ما بين 5 لـ15 سنة نسبة الإصابة بالجلطة بتقل لنفس نسبة الغير مدخن. وبعد حوالي 10 سنين بتقل نسبة الإصابة بسرطان الرئة النصف، وكمان بتقل نسبة الإصابات بسرطانات البنكرياس والمعدة والمثانة. وأخيرا بعد حوالي 15 سنة نسبة أمراض القلب بتقل لنفس النسبة بتاعة الغير مدخن. ممكن نعاين للموضوع بطريقة تانية. في دراسة قدرت أنه كل سجارة يشربها مدخن بتقلل من حياته حوالي 11 دقيقة. فلو حسبناها واحد مدخن 20 سنة قلل من حياته حوالي 1.5 سنة بس بضرر التدخين في جسده. وكمان في دراسة تابعت مدخنين في كذا مرحلة من التوقف، وأثبتت أنه الوقف والتدخين حوالي 30 سنة زاد متوسط الحياة عندهم بحوالي 10 سنوات. أتمنى أنكم أنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وقدرتوا قدر شنو التدخين ده فعلا مؤذي للجسد. وما تنسوا أنه أنا ذكرت لكم بس شوية من الحاجات اللي بسببها التدخين، وفي أكتر من كده بكتير. الهدف من الفيديو ده أنه أي زول حاليا مدخن أو أي شاب مراهق في مرحلة بتاعت أنه يفكر يبدأ في التدخين يقدر قدر شنو التدخين ده مؤذي وقدر شنو ممكن يتحكم في حياتك ويأثر على الجودة بتاعت حياتك. فنصيحتي النهائية لكم أنه أي مدخن حاليا يفكر بجدية في التوقف عن التدخين مهما كان مدة التدخين عنده، لو كان بيدخن بس له شهور أو عشرات السنين، لأنه في كل الأحوال حيشوف تحسنات في صحته مجرد ما أنه يبدأ يوقف التدخين. وكالعادة لو عندكم أي أسئلة عن موضوع الليلة ممكن توجهوها لي في صفحاتي في الفيسبوك أو الإنستجرام، الاثنين مسميين بدارين مد، وأنا هحاول أنه أجاوب على أكبر كمية من الأسئلة عشان أساعد أكبر كمية من الشباب إنهم يوقفوا عن التدخين ويشوفوا التحسن اللي تكلمنا عنه قبل شوية. أتمنى لكم الصحة والسعادة وأشوفكم المرة الجاية.